لاعب فريق مجدي الشاب الاقصى الشرفيه اللي هو المهم نشكر الجمعيه لكم الدوري على كاع المناسبات اللي كنسمي كرني العدد هي العدد المدنى ديما ظنيني نكرات انت كيات المناسبه حتى تكتشف المواهب الاخيره. المهم الماتش نهار السادي كاع الماتش حتى هما انا يمكن كونت الفريق حتى انا نشكر اسكات المقابله يفولكي تلقى المناسبه على حساب المتصدر اللي كيرو الحمد لله نفخ التعادل التعادل تلقاها نتيجه ايجابيه بالنسبه لمكن تصدر الحمد لله حضور المجموعات تلقى بروميير في كيرو. بالنسبه انتم نحن ميتشان قدام يعني على لن نتعي الربع يعني نتمنى نسجل مقابله يوف نخطا يعني دعم كميه النبوه ضمن الفرقي يعني الا درسنا الدرجه اللاعبين بخير على كل شيء. المهم انا نشكر حتى الفرق اللي دا لعب التفاوني في الرياض مع هذه تفتح الفرصه ماشي المره الاولى ماشي السنه ماشي كرا حديد ونحضر غير نضطر نشكر راديو تسكيد. بسم الله الرحمن الرحيم مدرب فريق شباب الرياض فلك رشيد نتشكر الجمعيه الاولمبيه اللي نظم الدوريات فيها الفرصه باش غادي نشارك لاول مره. نتشكر الفريق اللي تلعب انت شباب تيكون عرار اللي قدم لي المستوى يفوكين بزاف نتشكر بزاف تنتني درس الدراري يفوكين قدم لي تفوت المستوى نتمنى التوفيق ان شاء الله باقيين الدوريات. ونتشكر ثاني كل اللاعبين اللي قدم لي المجهود يكون بزاف لعب انت فرص مزيان نلعب في الانتصار ما جاش الانتصار مشكل التعادل تنت في صالح ديالنا كنتصدروا الجروب ديالنا بنسبه الاهداف نتمنى التوفيق لجميع الفرق وساكن الله. نتشكر راديو تسكيت اللعب سميه بلادي الحاج كنشكر الجمهور المنظم على هذا العرس الكروي مباراه البارح واحد المباراة جيدة الحمد لله استطعنا نجيبوا نتيجة إيجابية ديال 4-1 واليوم لعبنا بيس فريق شباب إفريال الفريق هو مزيان واستطعنا نجيبوا أن بوان الحمد لله القادمة أفضل إن شاء الله إن شاء الله استطعنا نمشيو الدوري إن شاء الله. ثاني لنا في هذا الدوري ماتش كما كتعرفوا تفوق إفريال راه معروف على صعيد الحلات هو اللي توج باللقب هذاك العام الحمد لله لعبنا معاه كورة ارتكبنا أخطاء ماركة وجبيوتو والحمد لله.